موجز لأهم الأنباء نقدمه لكم من شوف تيفي، أهلا بكم. عبر مصطفى الرميد وزير العدل والحرية اليوم مجددا عن رفض الحكومة المغربية إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا في الوقت ذاته عزمها على العمل على تقليص الحالة الموجبة لهذه العقوبة. وفي كلمة له بمجلس النواب قال مصطفى الرميد ردا على دعوة برلمانيين إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد: لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب إلغاء عقوبة الإعدام إلا ما يخص البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهو غير ملزم للدول. في موضوع آخر، حدد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط اليوم برباط المهام الاستعجالية التي يتعين الاشتغال عليها داخل الحزب خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة بالخصوص في إعادة هيكلة الحزب. وأبرز شباط في كلمة خلال افتتاح الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني للحزب التي تتزامن مع ذكرى مرور 40 سنة على وفاة الزعيم علال الفاسي، أكد أن من بين المبادئ التي يتعين تفعيلها بالنسبة لإعادة الهيكلة هو مبدأ المسؤولية للجميع، وقال إن المسؤولية تجاه البناء تشمل الجميع. قضت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم في ملف 8 أساتذة من حامل الإجازة والماستر المطالبين بالترقية بالشهادة بشهرين حبسا موقوفة تنفيذ بعد متابعتهم بتهمة التجمهر والاعتداء على رجل أمن. وقال عبد هبس حيمي منسق تنسيقية الأساتذة حامل الإجازة والذي كان من ضمن المحكوم عليهم: إن الأساتذة سيطعنون في الحكم لأنه لم يتم الاستماع إلينا من طرف القاضي كمعنيين، وبنت المحكمة حكمها على محاضر الشرطة فقط وفق تعبيرها. ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية اليوم القبض على 7 أشخاص حاولوا التسلل عبر الشريط الحدودي إلى سوريا للانخراط في القتال. وأقل مصدر أمني أردني في تصريح صحفي إن الأشخاص الموقوفين ينتمون لتيارات متشددة وهم ينحدرون من محافظة معان جنوب الأردن، مضيفا أنه بعد التحقيق معهم جرى تحويلهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة. ختاما وفي الخبر الرياضي وبالعودة لأخبارنا الوطنية، عبرت إدارة فريق رجاء البيضاوي عن رفضها التام لتعيين الحكم رشيد بالحواجب حكما للمباراة الحاسمة التي من المرتقب أن تجمع فريق رجاء البيضاوي ومتصدر البطولة المغرب التطواني برسم جولة 29 من البطولة الوطنية الاحترافية. ونشرت إدارة رجاء البيضاوي بلاغا في موقعها الرسمي تعلن فيه موقفها من إسناد مهمة قيادة مباراة النسور أمام حمامة تطوان للحكم رشيد بالحواجب، وجاء فيه إن فريق رجاء يرفض هذا التعيين الذي قد يكون لا قدر الله سببا في خلق مشاكل في هذا اللقاء الهام والحاسم في نهاية الموسم الجاري، واضعا مديرية التحكيم أمام مسؤوليتها في تحمل عواقب هذا التعيين. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الإخباري، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.